الاحتفال الوطني الشعبي بمناسبة مرور 90 عاماً على تأسيس الدولة الأردنية الهاشمية و65 عاماً على استقلال المملكة، واحتفالاً بذكرى الثورة العربية الكبرى وعيد الجيش وعيد الجلوس الملكي، يقام احتفال وطني شعبي بمشاركة واسعة من محافظات المملكة يوم السبت 11 من حزيران الجاري في شارع الملك عبد الله الثاني بن الحسين من الدوار 8 وحتى دوار خلدة. استعراض موسيقات القوات المسلحة، الأمن العام، الدفاع المدني وفرقة الحسين الموسيقية، فرق شعبية وفولكلورية بمشاركة الفنانين سلوى العاص، محمد وهيب، فؤاد حجازي، عمر عبد الله، غزلان، نهاوند، عماد الخوالدي، جهاد سركيس، حسين السلمان، ماجد زريقات، سعد أبو تايح، زياد صالح، رامي الخالد، حسام ووسام اللوزي، محمود سلطان، يحيى سويس، روز الور. معارض للكتب والصور ومنتجات الصناعات الأردنية. شاركونا الاحتفال الوطني الشعبي الساعة 4:30 عصرا. يرجى الحضور قبل الاحتفال بساعة، والدعوة عامة. للاستفسار 06-500-8080.